السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 8 من حلقات رمضان كريم عام 1444 هجرية 2023 ميلادية. إن شاء الله الحلقة النهاردة هتكلم عن معابد النوبة. معابد النوبة طبعا كتير وانشأت في عصر الدولة الحديثة ومعظمها في عصر البطلمي الروماني، وعدد كبير من المعابد والمقاصير، وتم إنقاذ الكثير منها مع مشروع السد العالي زي ما احنا عارفين، زي نقل معبد أبو سمبل ونقل المعابد إلى جزيرة كلبشة، وفي معابد لسه موجودة في مكانها لأنها هي مجال 13 البحيرة، وفي معابد في وسط البحيرة وهكذا. لكن في حاجة مهمة لازم نعرفها، أن الحكومة المصرية أهدت 5 معابد زي ما نقول أجزاء من معابد لدول ساهمت في عمليات الإنقاذ، فأشهرهم معبد اسمه تافا ده في متحف لايدن بهولندا، في عندنا معبد دابود ده في مدريد في أسبانيا ومكرس للإلهة إيزيس، في معبد دندور في متحف المتروبوليتان بأمريكا نيويورك، في معبد إليسيا ده معبد صخري من عصر تحتمس الثالث موجود حاليا في متحف تورينو في إيطاليا، في بعد كده مقصورة بطلمية أو بوابة بطلمية متاخدة من معبد كلبشة طبعا لجهود الحكومة الألمانية في نقل معبد كلبشة المشهور على الجزيرة بتاعت كلبشة نفسها، ده خدوه ألمانيا حاليا في متحف برلين. يبقى عندنا دابود وتافا ودندور والليسية والمقصورة البطلمية اللي خدوها ألمانيا. في حاجة مهمة، جزيرة كلبشة تحتوي على 4 معابد، وطبعا المعبد الأساسي كلبشة هو الكبير موجود، في عندنا معبد اسمه قرطاسي، وفي قرطاسي ده مكرس للإله حتحور، انت وداخل جزيرة كلبشة عيدك الشمال وهي العميدة الحتحورية، وده معبد روماني مكرس للإله حتحور. وفي عندنا كلبشة وقرطاسي، وعندنا في على نفس الجزيرة مخربشات وحاجات منقولة طبعا عشان البحيرة غطتها، فنقلوا بعض الصخور زي الموجود منها في متحف النوبة، اسمها الصخور فيها كتابات ورسوم البتروغليفز اللي هي كتابات ما قبل الأسرات، عصور ما قبل الأسرات يسموها البتروغليفز، كتابات أولية أو رمزية أو تصويرية زي الثيران زي بعض المخربشات الأخرى زي الصخرة بتاعت نخبة في الكاب. في برضو جرف حسين، معبد جرف حسين اللي هو جابوا منه تمثال في موجود في متحف النوبة في وشك انت وداخل بتاع رمسيس الثاني، ده برضو موجود على جزيرة كلبشة. المعبد الرابع اللي هو بيت الولي وليس الوالي، ولازم نصلح المعلومة دي ناس كتير بتغلط فيها، اللي هي بيت الولي اللي هو زي ايه شيخ ولي كان يمكث في المكان فاسمه ايه بيت الولي وليس بيت الوالي. فإذا المعابد الموجودة على جزيرة كلبشة معبد كلبشة نفسه، في معبد قرطاسي عصر روماني لحتحور، وفي جرف حسين من عصر رمسيس الثاني أسرة 19، وفي بيت الولي موجود برضو على جزيرة كلبشة. شكرا وكل سنة وحضراتكم طيبين.